اسمع ابو صابر وقطع اسمع 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 ابو صابر وقطع والكرامة اغلى من العالم اجمع اسمع اسمع اللي بده يتحدى ابو صابر ما بتخبى اللي بده يتحدى ابو صابر ما بتخبى لو حطيتك في راسي عمرك عمرك ما بتطلع اسمع 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 ابو صابر وقطع عنده إحساس بنحطه على الراس اللي عنده إحساس بنحطه على الراس والمعدن والماس هو هو اللي بينفع اسمع 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 أبو صابر وقطع اسمع اسمع اللي بيكذب الله بيحطه في النار قد ما تضلك تكذب في الاخر راح تنكشف يعني بدل ما تكذب احكي الصدق نورتنا يا ابو صقر نورتنا يا كبير الحارة حبيبي يا قرن النور نور كنت ولا جويد والشباب صقر بالله عليك يا عم ابو صقر بدنا تخرفنا عن بطولاتك علشان يا عم ابو صقر انا والحارة والبلد كلها تتعلم منها اصل يا عم ابو صقر بطولاتك بتدرس منهج للاجيال ابو صقر انا بصراحة بحبش احكي عن حالي انا بحبش اضلني اقول انا وانا 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 عشان خاطر ابو صقر ارجوك ابو صقر حاضر في يوم من الأيام شعرت بالملل وشعرت بالزهق قلت طب وين بدي أروح وين بدي أجي وين بدي أطلع قلت والله غير أطلع على وين على وين على الصحراء وطلعت على الصحراء لا أخذت معي لا برودة ولا سكينة ولا عصاية ولا حاجة ليش عشان ما يقولوش إنه أبو صقر جبان والله وضليتني ماشي شفت إيش والله شفت لكم هالأسد مطلع أسنانه كل سن زي المسمار العشرة هالقد وقاعد مبحلق فيا بكو إيش عمل؟ إيش؟ بده يهجم علي قلت وأنا فضيلك أنا أشوف المسخرة تبعتك هجم علي وعملت إيش؟ إيش؟ حطيت إيدي في زوره زيك وسحبت إيدي زيك إيش عملت؟ إيش؟ قلبت زوره صرت كيف الجربانة لما تقلبها كيف البنطلون لما تقلبه والله قلبته مهن ايش عمل ايش وقع على الارض اوبا يا كبير ابو صقر واللب ومرته ايش عملت ايش شافته شردت كمان اوبا والله وظليتني ماشي زي ما تقول وعادي وكل ما يشوفني اسد من بعيد يشرد انا ابو الدمار الزلمه في الحاره يطلع لي ابو صقر كمان قصه ابو صقر فيها بطولات وتشويق اكبر يا عم ابو صقر والله شواتنا لك يا ابو صقر صراحه بحبش احكي كثير عن حالي يا قرن يا ابو صقر انت لما تحكي هذا تاريخ ابو صقر لازم تحكيه عشان الاجيال القادمه مره زي ما تقول لي شو اسمه برضو شعرت بالملل شعرت بيش بالملل قلت بدي اطلع طلعت لين لقيت شو اسمه توك توك واقف التوك توك ما عجبنيش خبطته بوكس طعشته رميته على الارض على الارض على الارض وطعج وتكسر اجى صاحبه ايش قال لي ايش انت مجنون بتطعج التوك توك تبعي مسكته طعشته بوكس رميته عنده التوك توك تبعه اوبا اجي صاحبه كمان معه فز ببجاج طعشت راسه فوق البجاج اوبا وجابوا كله مسيره كل الفزب والدكاتك هاجم منه تطعيش طعج على الارض يا كبير ابو صقر يا كبير غير هيك هات نشوف ابو صقر راحوا جابوا كل قرايبهم وجابوا ثلاث مقاطيع
ثلاث مقاطير؟ مقطورة على اليمين ومقطورة على الشمال ومقطورة ايش قدامي وربطوني بجنازير. والله وظلوا بدهم يسحبوا فيي وانا امسك لك اول مقطورة هيك وثاني مقطورة زي هيك وثالث مقطورة زي هيك فعشتهم في بعض وقلت ايش سلام عليكم. والله كبيرة بصغير. ايوه خلاص سلام. انت بتفكر يعني مش فاضي. انا بحبش احكي عن البطولات هي. عارف بمشي بمشي مجرد ما امشي بيلتمسوا الناس من الخوف. هو كبير ابو صقر ما شاء الله عليك ابو صقر عشان خاطر القريه. هات كمان يا ابو صقر. انت مدرسه يا ابو صقر. مره روحت اسبح في البحر. روحت اسبح وين؟ في البحر. شفت لك حوت. ايش بالنسبه لي الحوت صغير. شوف تقريبا يمكن 85 متر وعرضه حوالي يمكن 4 كيلو. 4 كيلو يعني زي ما تقول من هنا للشارع العمومي. والله وشافني وقاعد ينفخ وطلع مي من بطنه ومن زوره ومن من خياشيمه. وانا قلت انا مش فاضل الصيد انا بحبش اصيد. والله وهجم علي هجم علي هو هجم علي من هان وانا امسك لك الخيشومه تبعته وهو يصرخ واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه وعلى الشط الثاني تبع قبرص. اوبا وصل على طول؟ على طول على قبرص. ابو صقر من دار القوي. ابو صقر عارف ابو صقر انا فخور بيك ابو صقر. الحاره كلها بتتحامى فيك ابو صقر. حبيبي يا قرن حبيبي. الواحد بيحب يحكي عن نفسه كثير عشان انا بحب التواضع. الحقني يا ابو صقر الحقني. سامع صوت في واحد بقول الحقني يا ابو صقر. انا الترانس يا ابو صقر. ابو الدمار ضربني. تعال تعال بسرعه تعال. ايش اللي صار لك يا ترانس؟ في واحد اسمه ابو الدمار مسكني وضربني يا ابو صقر وقال لي اذا في زلمه في الحاره يطلع لي. قلت له ابو صقر كبيرنا وتاج راسنا وهي جايك ابو صقر. يلا ابو صقر بدي اياك تكسره يا ابو صقر بدي اياك تطلع. قلت له انه ابو صقر تاج راسك هو كبيركم. قلت له انت هي جاي ابو صقر هي جاي. طب كانت صالحتوا مع بعض؟ ليش اتصالح معاه ابو صقر؟ كيف اتصالح معاه وهو خشش علي زي الوحش الكاسر؟ تعرفتش انا راكن عليك ابو صقر. طقيتنا زربيعه زربيعه. يلا ابو صقر بدي اياك تنتقم لي منه. بدك اياني انا انتقم من ابو الدمار؟ قلت له ابو صقر قديش مطار انا. لازم يا ابو صقر ترجع للترانس هيبته. انا انت ابو صقر مش انت بطل الحاره يا ابو صقر؟ انا بطل الحاره. يا ابو صقر يا عم انا مش بطل يا عم. انتوا صدقتوا وكل واحد مش بيحكي لكم كلمه بدكم تصدقوها. ايوه انت يا ابو صقر لازم تاخذ طاري منه وطار الحاره كلها. يا عم ايش قصتكم؟ انا ايش دخلني في طار وطار الحاره؟ انا مين قال لكم انا بجيب طار؟ سلام عليكم. وين ابو صقر؟ هيو شكله جاب الدمار. هذا هو يا ابو صقر. هذا هو ابو الدمار. انا ماليش دخل انا ابو الدمار ولا ابو خرب الديار. لا يا حبيبي وشاطر تقول لنا انك حطيت ايدك في تم الاسد وقلبت لسانه. اسد لعبة صغير هيك وتفكروا اسد حقيقي. ايوه قرب ابو صقر قرب. ابو صقر والشحون اللي طعجتهم وسحبتهم بديك في الحلم يا زلمة. حلم هذا حلم حلم. الله اكبر. سلام عليكم ابو صقر. اللي فيكو زلمة يقرب. انا بالنسبه لي من زلمه على ايش احلف لك اني انا ما انا راجل. انا ما لي دخل. انا عمري في حياتي ما كنت زلمه. انا اي زلمه؟ هذا هو زلمه الحاره ابو صقر. انا يا ترانس ليه ترانس كذاب اكذب مخلوق على وجه الارض ترانس. ابو صقر انت الزلمه والكبير في الحاره. انت حامل حاره ابو صقر. لا ما حدش بده يقرب. انا حقرب. ايوه قرب ابو صقر قرب. لا انا متزلمه. السلام عليكم. استنوا. وين شردين؟ انت بتعرف انه فيش زلمه في الحاره وانا ابو الدمار موجود.
انت كل حاجة، انا بالنسبة لي ماليش دخل ولا في حاجة، ولا الشباب راحوا ولا حاجة. انا انت عامل زلمة من وراي. لا ابدا ابدا انا مش زلمة. هتبوس ايدك، هتبوس ايدك. حرام عليك، بلاش الموس بلاش الموس. اصلا انت خسارة فيك الموس. ابو صابر وقطع، والكرامة اغلى من العالم اجمع. اسمع اسمع، اللي بده يتحدى ابو صابر ما بتخبى، اللي بده يتحدى ابو صابر ما بتخبى. لو حطيتك في راسي عمرك عمرك ما بتطلع. اسمع 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 وقطع. اسمع اسمع، اللي عنده احساس بنحطه على الراس، اللي عنده احساس بنحطه على الراس. والمعدن والماس هو هو اللي بينفع. اسمع 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 ابو صابر وقطع.